أول موبايل في العالم بيدعم خدمة الإكس بوكس جيم باس من خلال منصة الإكس كلاود من مايكروسوفت. شاشة بتردد 120 هرتز. سينكرونايز أو تزامن ما بين الأجهزة ولا أروع. وتصحيح الكتابة المائلة. ومميزات أكتر هنتكلم عنها مع وحش سامسونج النوت 20 الألترا والنوت 20 العادي. ومش هننسى أكيد الفروقات ما بين الأجهزة وأهم العيوب ووجهة نظري في الجهاز. خليكم معانا ويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ طبعا وقبل اي حاجة انا عايز اشكركم على دعمكم للقناة لان احنا وصلنا لاكثر من 500 مشترك. عارف ان المشوار لسه طويل لكن بدعمكم كل حاجة بتهون. ندخل على موضوع الحلقة وحنتكلم النهاردة عن وحش سامسونج النوت 20 ألترا والنوت 20 العادي. وقبل ما ندخل في المواصفات ونشرح الفروقات ما بينهم عايزين نتكلم الأول عن المميزات بتاعة الجهاز. الميزة الأولى معدل تحديث 9 ملي ثانية، والمقصود للناس اللي جربت الكتابة على الشاشات بشكل عام انه لما بتيجي تكتب بتحس ان القلم بيسبق الخط، وده خلاص بقى من الماضي مع النوت 20. الحاجة الثانية هي تصحيح الكتابة المائلة بشكل تلقائي، بحيث لما بتكتب بشكل مستعجل ويكون الخط مايل بيتم تصحيح الخط بشكل مستقيم. الميزة الثالثة هو انك ممكن تكتب وتسجل في نفس الوقت من خلال تطبيق النوت اللي موجود في الهاتف، ولما بتيجي تستعرض اللي كتبته هيكون متزامن في نفس الوقت مع اللي سجلته بصوتك. الميزة الرابعة في القلم هي ميزة الإيماءات، بحيث انك لو اشرت بالقلم في الهواء بحرف زي مثلا ممكن تاخد سكرين شوت وهكذا. لكن للأمانة ومن وجهة نظري هي إيماءات تسويقية اكتر منها عملية، لانه ما وجدت اصلا حد من مالكي النوت بشكل عام بيستخدم الايماءات دي، سواء كانت الايماءات الجديدة للنوت 20 او حتى الايماءات اللي احنا حافظينها في النوتات اللي قبل كده. ومش عايز ابالغ واقول انه حتى بعض مالكي اجهزة النوت مع مرور الوقت بينسى اصلا ان في قلم. فهل من وجهة نظركم ان القلم مع النوت هل ده شيء فعلا عملي، وانه العيب في المقام الاول هو في سامسونج، ولا العيب بيرجع للأسف لمستخدمي الجهاز بشكل عام؟ من ضمن المميزات انك ممكن تشوف كل اللي انت كتبته على تطبيق السامسونج نوت ممكن تشوفه على التطبيق الشهير من مايكروسوفت ون نوت اللي موجود على كل كمبيوتر بدون اي وصلات ما بين الكمبيوتر والجوال، والخدمة هتشتغل في نوفمبر اللي جاي ان شاء الله. تقدر انك تشغل تطبيقات الموبايل بتاعك على الكمبيوتر من خلال تطبيق يور فون اللي مثبت تلقائيا في كل اجهزة ويندوز، وانا شايف انهم بيحاولوا يقربوا من مفهوم الايكو سيستم لابل، والمقصود بالايكو سيستم هو لغه التواصل ما بين كل اجهزتك وبعضها، ودي انا شايفها خطوه حلوه قوي من سامسونج. وبما ان العلاقه كويسه جدا حاليا ما بين سامسونج وما بين مايكروسوفت، فسامسونج اعلنت عن اطلاق خدمه الاكس بوكس جيم باس على الموبايل، والموبايل الاول في العالم اللي هيشتغل عليه الخدمه ديت هو النوت 20 من خلال منصه الاكس كلاود من مايكروسوفت. يعني البيس 2020 والفورزا وهلوم جرة من الجيمز ممكن ان انت تستمتع بيها من خلال خدمة الاكس بوكس جيم، واللي ان شاء الله هتشتغل في وقت لاحق من السنة. سامسونج ديكس واللي من خلاله بيتم تشغيل الموبايل بتاعك على الشاشة لكن بوضعية الكمبيوتر بالظبط، بحيث انك ممكن تتصفح النت او تشتغل على الوورد او الاكسل وترد كمان على المكالمات، كل ده من خلال تطبيق الديكس، وده بيشتغل من خلال انك بتوصله باي شاشة خارجية وبتقوم بتشغيل وضعية الديكس اللي احنا بنتكلم عنها. لكن الجديد اللي قدمته سامسونج السنة دي هو انك ممكن تشغل كل ده من غير اي وصلات، يعني من خلال الوايرلس ما بين اي شاشة وما بين الجوال اللي هو النوت بتاعك. وان شاء الله قريبا هنعمل حلقة عن السامسونج ديكس. الجهاز بيجي بمعيار الـ IP68 والمقصود به انه مقاوم للماء حتى عمق متر ونص لمدة نص ساعة، وايضا طبعا مقاوم للغبار. الجهاز بيجي معاه حساس تحت الشاشة بيشتغل بالموجات فوق الصوتية، مع طبعا الفيس اي دي او المقصود يعني فتح الجهاز من خلال التعرف على الوجه. ندخل بقى على اهم حاجة الا وهي مواصفات الكاميرا. بالنسبة لسامسونج جالاكسي نوت 20 الترا فعندنا 3 كاميرات،
الكاميرا الأولى واسعة بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وهي مخصصة لدعم تقنية التركيز التلقائي، والتركيز التلقائي هنا أفضل بمراحل نظرا لفتحة الليزر AF أو الأوتو فوكس. وفتحة الليزر للتركيز التلقائي ديت المقصود منها العمل على التحسين وسرعة التركيز التلقائي. كاميرا التيلي فوتو بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 3، واللي ما يعرفش إيه المقصود بالتيلي فوتو، دي عدسة من أهم وظائفها هو التقريب البصري دون المساس بجودة الصورة وتفاصيلها، والتقريب البصري هنا بيوصل لثلاث أضعاف، وكمان في خاصية اسمها خاصية التقريب الهجين هايبرد زوم، ودي بتوصل لحد 50 مرة، والمقصود به هو المزج ما بين الأوبتيكال زوم والديجيتال زوم، مع طبعا قيام الذكاء الاصطناعي بدوره في المزج ده. الكاميرا الثالثة اللي معانا هي كاميرا شديدة الاتساع وبتصل ل 120 درجة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2. بالنسبة لي سامسونج جالاكسي نوت 20 العادي، أول كاميرا معانا هي الكاميرا الواسعة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8. الكاميرا الثانية اللي معانا تيلي فوتو بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2، والتقريب البصري هنا بيوصل 3 أضعاف، والتقريب الهجين اللي هو الهايبر زوم زي ما قلنا بيوصل ل 30 مرة. الكاميرا الثالثة اللي معانا هي كاميرا شديدة الاتساع بتصل ل 120 درجة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2. طبعا في مميزات كتير في الكاميرا، منها التعرف على المشاهد بالذكاء الاصطناعي في كلا التليفونين، ووضع التصوير الليلي، والتركيز باللمس بحيث انك ممكن تعزل اي شيء في الصورة طبقا لرغبتك من خلال اللمس، وايضا في كلا التليفونين موجودين السوبر ستيدي فيديو او تقنية التثبيت الرقمي. بالنسبة للفيديو، فالفيديو عندنا بيبدأ بتصوير Full HD بدقة 1080 في كلا التليفونين، وايضا في كلا التليفونين بيصور بدقة ال 4K ب 2160، والدقة الاخيرة هي ال 8K واللي بيصور بيها بدقة 4320. هنا بس عايز اقول حاجة مهمة جدا، الا وهي انه لما بتيجي تصور بال 8K لازم تعرف انه الدقيقة او نص 8K بيساوي 900 ميجا، يعني داخلين على 1 جيجا. فالسؤال هنا، فين الشاشات اصلا اللي من خلالها ممكن تتمتع بالدقة ديت بحيث ان انت تشوفها بكامل دقتها، وفين اصلا الاستورج بتاع الجهاز او بتاع الموبايل اللي يستحمل كل الفيديوهات اللي ممكن تصورها بال 8K؟ فانا شايف من وجهة نظري ان هي ميزة تسويقية اكتر منها عملية. بالنسبة لمقاس الجهاز، بالنسبة لجهاز الالترا فبيجي ب 6.9 انش، بالنسبة للجالاكسي نوت 20 فهو بيجي ب 6.7 انش. اما بالنسبة للريزوليشن او دقة الشاشة، ففي الالترا بيجي ب 1448 في 3088 بكسل، والبكسل هنا بمنتهى الاختصار والبساطة هو عبارة عن مربعات دقيقة، كلما زادت وجودها في الشاشة كلما زاد دقة الشاشة ووضوحها. أما بالنسبة للجالاكسي نوت 20 العادي فبيجي بدقة Full HD Plus اللي هي 1080 في 2400. بالنسبة لتصميم الجهاز، فبالنسبة للألترا بيجي من الأمام بطبقة حماية Glass Victus اللي هي الجيل السادس من الجوريلا جلاس، ودي طبقة حماية بتتحط على التليفونات بحيث ان هي تحفظها من الخدوش. اما من الخلف فبتيجي بنفس طبقة الحماية اللي هي الجوريلا جلاس فيكتوس. بالنسبة للفريم او الحواف بتيجي من الستانلس ستيل. اما بالنسبة للنوت العادي فبيجي من قدام بالجوريلا جلاس، لكن للأسف حطوا الجيل الخامس مش الجيل السادس اللي هو اخر جيل من طبقة الحماية. اما مادة الجهاز من الخلف فهو مادة للأسف من البلاستيك، والفريم للأسف هو ما جاش من الستانلس ستيل الصريح، ولكن جاه بطبقة تشابه طبقة الستانلس ستيل. الأولوز أون ديسبلاي في كلا التليفونين طبعا موجودين، وطبعا اللي ناسي التقنية ديت فهي تقنية المقصود بيها انك لما يكون التليفون مطفي بيظهر لك بعض الأيقونات وبعض المعلومات اللي انت بتتحكم فيها. بالنسبة للريفريش ريت فالالترا بيجي بمعدل 120 هرتز، النوت العادي فبيجي للأسف الشديد ب 60 هرتز فقط لا غير. الذاكرة العشوائية، بالنسبة للالترا بيجي ب 12 جيجا ذاكرة عشوائية للجيل الخامس، و 8 جيجا ذاكرة عشوائية
لهواتف الجيل الرابع. أما بالنسبة للنوت العادي فبيجي 8 جيجا للجيل الخامس والرابع على السواء. بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي في كلا التليفونين بدقة 10 ميجا بيكسل مع تركيز تلقائي. البطارية بتيجي في الألترا ب 4500 ملي أمبير وبتيجي في النوت العادي ب 4300 ملي أمبير. بالنسبة للألوان هنبدأ بالألترا ونقول إنه اللون الأول وهو اللون المفضل بالنسبة لكل الناس السنة دي ألا وهو اللون البرونزي أو النحاسي، واللون الثاني هو اللون الأبيض، واللون الثالث هو اللون الأسود. بالنسبة للنوت العادي بيجي أيضا اللون البرونزي واللون الأخضر واللون الرمادي. بالنسبة للأسعار هنبدأ بالنوت 20 العادي بساعة 256 وده هيجي ب 4199 ريال سعودي. النوت ألترا ال 256 جيجا وده هيجي بسعر 5299 ريال سعودي. النوت ألترا 512 جيجا وده هيجي ب 5499 ريال سعودي. اكيد الجوال فيه مميزات كتير وده ما حدش ينكره، لكن للامانه في بعض الحاجات او بعض النقط اللي عايزين نتكلم فيها بشكل صريح. النقطه الاولى سعر الجهاز وخاصه بالنسبه للنوت العادي، فلما يكون جوال فلاجشيب من سامسونج، احنا بنتكلم عن نوت يا جماعه اللي هو التليفون رقم واحد بالنسبه لسامسونج، الخلفيه بتاعه التليفون ذات نفسه بلاستيك ويكون اوريدي معدل تحديث الجهاز 60 هرتز وبالنسبة لي حتى الشاشة ودقتها Full HD Plus، يبقى احنا وبنتكلم عن سعر 4200 يبقى احنا بنتكلم عن حاجة غير منطقية اصلا، يبقى احنا كده بنتكلم عن سلسلة وليكن سلسلة الايه مش سلسلة النوت. وبعدين لو كان الغرض انك اوريدي تسوق للنوت بموديل يكون اقل شوية في المواصفات وبسعر اقل اقول لك تمام ما عنديش مشكلة، انما لما يكون التليفون نازل بالسعر ده 4200 او 300 ريال مع المواصفات المتقدمة ديت فاعتقد يا سامسونج انك مخطئة بشكل كبير جدا جدا السنة دي، خاصة وان وضع سامسونج مع غريمتها الاولى هواوي وضع غير مبشر بالخير اصلا، لانه احنا مع اعلان الاحصائيات بتاعة المبيعات للتليفونات للربع الثاني من العام اللي احنا فيه ده وجدنا انه هواوي احتلت المركز الاول لاكبر منتج لصناعة التليفونات في العالم، فما اعتقدش هو ده الرد المنطقي والمناسب من سامسونج، واعتقد انه سامسونج المفروض ان هي تراجع سياسة الاسعار بتاعتها بشكل كبير جدا، خاصة وان هي في منافسة شديدة جدا مع هواوي وامثالها من الشركات الصينية. وفي نهاية الحلقة ما تنسوناش من دعم القناة بسبسكرايب وتفعيل الجرس والاعجاب بالحلقة لو عجبتكم. ان شاء الله يا رب نشوفكم على خير دايما ونلتقيكم على خير. وفي النهاية سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.